اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من حلقات برنامجكم بريكه معالا. ضيفتي اليوم فنانه مغربيه دورها الاعلامي قليل ولكن تركت بصمه كبيره في الساحه الفنيه. الا قلت لكم غيلان كوزان او بطله سلسله مداوله غادي تعرفوا ان ضيفتي هي الفنانه غيتا بن حيون. بغيتوا تعرفوا تفاصيل كثيره على حياتها الشخصيه اليوم معايا. مرحبا بك علاء، مرحبا بكم والف مرحبا. انا غيتا بن حيون، ممثله وواحد الفتاه بسيطه جدا و فوالا خرجت الاعلاميه قليله بصح، ونقدر نقول لك هذه ثالث خروج اعلامي ليا من نهار بديت من 2010 حتى لدابا. انا ماشي كليميني، انا بنت سباته وقريت في سباته وزادت تما، بنت بسيطه وتل دابا انا باقا واحد البنت عاديه وبسيطه جدا. الباركور سكولير ديالي انا نورمالمون صراحه قريت خديت الباك ديالي ومن بعد قريت لا فينونس لا كونتابيليتي. علاش ما قريتش في المعهد؟ نورمالمون هادشي اللي كيسولوا الناس واش قاريه في المعهد، واش انت خريجه لي زاداك ولا كشي. لا انا ماشي خريجه لي زاداك ولكن درت المسرح ملي كنت صغير، حيت والديا كانوا معارضين في الاول، ما كانوش باغيني ندخل كاع للدومين و فوالا. كنحاول نقنعهم، مي قالوا لي خصك تكملي قرايتك هي الاولى، وانا كنشكرهم على هذه الحاجه هذه. عرفتي علاش؟ حيت على الاقل الواحد كيتثقف وكيعمل راسو وما كيبقاش يهضر خاوي. ف منين كملت قرايتي هذيك الساعه مشيت عندهم وطلبتهم وقلت لهم انا هذا الشيء اللي كنحس براسي فيه مرتاحه هو الفن. حيت من صغري واخا هكاك راه ما حبستش المسرح، راه من صغري وانا كندير المسرح وكندير لا دونس كلاسيك اوسي. ما عمرني ما هضرت على عائلتي ولا على بنتي ولا على زعما راجلي ولا شي حاجه. هذه اول مره غادي نهضر معاك عليها علاء. دونك وي انا مجوجه وبنتي عندها 6 سنين وفوالا. دابا ان شاء الله بيانتو غندير 30 عام. صغيره بس صغيره بزاف، شي شويه غنكبر معاها، نكبروا انا وياها. هذا هو لافونتاج، هو انني غادي نكبر انا وبنتي ونتصاحبوا ونكونوا زوينين هكا. انا فرحانه، بالعكس انا فرحانه بزاف. انا حبست التمثيل واحد لابيريود على ود بنتي فاش حملت بها ولدتها وداكشي، حبست مده ديال 3 سنين ورجعت بصعوبه. فريمون رجعت بصعوبه، حيت رجعت لقيت وجوه جديده، لقيت بزاف فهمتي. شوف دونك بقيت مع حملتي ومع بنتي وعطيتها الوقت الكافي، لان الامومه هي التربيه. ولو انا هذيك 9 شهور كدوز صعيبه ايه، ولكن الامومه هي التربيه، هي نشوف بنتي كتكبر، هي نشوفها كتمشي، هي نشوفها كتقول جوج كلمات الاولين. شوف داكشي علاش انا حبست 3 سنين، تهرست فيها فنيا ولكن نجحت في الامومه ديالي. راجلي منتج افلام، ماشي في السوق المغربي، كيخدم مع لي زيترونجي وصافي بوان بار. ما نقدرش نهضر اكثر من هكا صراحه، هذه اول مره غادي نهضر على راجلي في شي منبر اعلامي ولا شي حاجه. انا قريبه بزاف من والديا، وعلى قبل والديا جاتنا زعما كانت بزاف ديال الفرص انني ما نبقاش ساكنه هنا في المغرب، وخصوصا مور ما تزوجت مع راجلي، ولكن ما قدرتش نبعد عليهم، ما قدرتش نخرج من المغرب. انت ما قدرتش، يمكن نخرج حتى من المدينه، نفس المدينه اللي عايشين هما فيها، ما تنقدرش. انا قريبه بزاف من والديا وتنبغيهم بزاف واحد الدرجه كبيره. مش بابا مون بيغي مريض،
و غير فاش كيدخل بعض المرات لاكلينيك ولا شي حاجه كيف فاش كيغيب في اوبيراسيون مقدرش نتخيل حياتي بلا بيه ولا بلا ماما. انا كنبغيهم بزاف ما نقدرش نتخيل حياتي بلا بيه. قلت لك ما قدرتش نسافر من مدينه لمدينه على ودهم، دونك كيفاش نقدر هما الاكسجين اللي كنت نفسه انا كل نهار. بعد المرات ما تنبغيش نفكر في هادشي كامل، ما تنبغيش. انا حساسه من هاد الموضوع بزاف، انا عارفه شوف كلنا ليها، ولكن الوالدين شي حاجه. واخا كيف ما انا شوف انا بغيت نقول واحد الحاجه للناس اللي متبعيني ولا عارفيني، الوالدين كيف ما كانوا كيف ما كانوا خايبين ولا زوينين كيبقاو في الاول في الاخر والدين، وهما اللي كيبغيو لنا الخير. كيف ما كان هاد الاب ولا هاد الام هما اللي كيبغيو لنا الخير في الدنيا، ما كاين لا صحاب لا حتى شي حاجه، الوالدين. هاي اللي بزاف بزاف في الدومين وبرا الدومين. اش غنقول لك، بزاف اللي طعنوني في ظهري وبزاف اللي كنت كنثق فيهم وبغاو زعما كانوا كيديروا المستحيل باش يحيدوني، فهمتي؟ وي في الدومين بزاف. بغيت نهضر في هاد الموضوع، عافاك على كيفاش بديت في الدومين. كيفاش بديت في الدومين؟ شوف بديت بصعوبة، بديت بلا فيغوراسيون. انا هادشي باش بديت حيتاش ما كنعرف حتى شي واحد في الدومين. كيفاش غادي تجيب وحده واخده ديبلوم دو فينونس اي كونطابيليتي وغادي تدخل للدومين هكذاك وما كتعرف حتى شي واحد في الدومين؟ دونك كنت كندوز كاستينغ، قلبت بعدا بقيت كنجرى ونقلب داكشي باش ندوز لي كاستينغ. بديت بلا فيغوراسيون ومره دي بيتي رول فوالا وهكذا حتى جات لا شونس دخلت في زينة الحياة. ومن بعد زينة الحياة تحلوا لي شويه البيبان اكثر الحمد لله. درت الحياني ودرت درت لي تيلي فيلم مع عزيز بموهوب الله يرحمه، ومداولة 4 سنين الاخرى، مداولة 4 سنين الاخرى مور ما يعني مور داكشي مور ما درت لا بلوتو مداولة بديت بها مور ما حبست هذيك 3 سنين ودرت باش تعرف راسك مع ادريس ومهدي وسائل وتحتوت مع ادريس ومهدي وابتسام تسكت. شوف باش نكون معك صريحه، لا انا ما كنبغيش ندوي في هذا الشيء صراحه، ولكن قضيه باك صاحبي كاينه ماشي غير في الدومين ديالنا، كاينه في كاع لي دومين، كاينه في شركات في كل شيء كاينه بزاف. وقضيه اي وحده كتجي وكتولي ممثله انا ما عنديش مشكله زعما الا كانت موهوبه وكانت تستحق انها تمثل ولا تغني ولا المهم اي حاجه، كانت فنانه ديال بصح انا بالعكس انا كنفرح ملي كنشوف فنانه ديال بصح كدوز في التلفازه. غير قضيه ان بحال دابا لي بروجي حتى لي كاستينغ ما كنعرفوش بصح النيت واش كاينين ولا ما كاينينش، سي فري حتى كيدوز العمل بحال هكا وكتقول او فين كنت انا وانا عايشه في المغرب زعما راني دوماج. كان كاينين بزاف ديال الممثلات اللي ممثلات ديال بصح اللي جالسين في الدار والاخرين يعني هما اللي كيصوروا. والمشكل ماشي هو هذا، هو التكرار. يعني انا بحال دابا فاش كيوقفوني ناس في الزنقه ولا كيسلموا عليا ولا هذا كيسولوني واحد السؤال وكيسولوني بواحد العصبيه، فهمتي؟ بحال زعما انا هي اللي المشكل. علاش كنشوفوا نفس الوجوه في هذه القناه وفي هذه القناه؟ علاش ما كيبدلوش لينا؟ علاش ما نشوفوش بحال المسلسلات التركيه، مسلسلات هادي، مسلسلات هذا؟ كل مره على الاقل بطله، كل فهمتي نشوفوا وجوه مختلفه. ماشي مشكل ان الممثل بطبيعه الحال يمثل في بزاف ديال لي بروجي، مع الاقل
يكونوا ديما عناصر جديده وهذا وماشي عناصر جديده وصافي، غير الممثلين ديال بصح يبانوا لنا. فاش نقول لك، شوف انا مامنه بواحد الحاجه، ان الواحد ما خصوش يفقد الامل ويبقى يخدم على راسه ويتعلم ويزيد يتعلم، حيت غادي يجي واحد النهار وغادي ياخذ كل واحد حقه، وكل واحد كيخصو يمشي نقطه نقطه من الاحسن، لانه اللي كيزرب كيطيح، واللي كيمشي بشويه كيوصل غير بشويه بشويه حتى كيوصل، ومازال خصو يزيد يتعلم اكثر واكثر واكثر، حيت الوصول الى القمه راه ما يمكنش. كنشوف بيان سور بحال اي واحد، بحال اي متتبعه، كندخل الانستغرام داكشي كنشوف صافي مالو كور بطبيعة الحال، يحافظ عليه وربي الا الا عطى واحد شي حاجه زوينه شنقول لك، بحال دابا ربي الا عطاك شي حاجه زوينه وعطاك الخير وعطاك فلوس عطاك فن وعطاك كلشي، تحافظ عليه بواحد الطريقه محترمه وزوينه وراقيه وتكون عبره للناس زوينه. غزلان كوزان المغربية. شوف التجربة ديال الدبلاجة كان والو، واحد النهار قررت انني مشيت عيطت على هذا الشركة ديال الدبلاجة وخديت موعد الكاستينغ صافي. من بعد عيطوا عليا دوزت ان كاستينغ عادي، ودرت درت دي سيري قبل من غزلان، درت واحد دو سيري قبل ما تجي هذا لا سيري ديال لن اتخلى ابدا، و صافي في التجربة ديال غزلان صراحة أنا تصدمت شوية في الأول صراحة. في واحد النهار فقت لقيت لي باج حاطين تصاوري ولي فيديو ديالي وهذا على غزلان كوزان غزلان كوزان، أنا صراحة تخلعت قلت واش درت شي مصيبة. وأنا ما عنديش مع البوز، قلت واش درت شي مصيبة هاد الصباح ولا ما سديت الإنستغرام وصافي، مشيت بقيت كارثة بحال هكا، وعاود حليت قلت لا صافي هادرين يمكن شي حاجة على الدوبلاج. غزلان خدمت عليها بزاف. شوف قريت دي كومونتير تي كاتبين، قريت كلكو كومونتير باش ما قدرتش نقرا كلشي ولكن قريت شويه. كيقولوا ما تيقوش بان هي كتهضر بالتركيه، كيقول لك لا راه ما يمكنش، هي راه هذاك هو صوتها بقوه زعما الليبسينغ اللي جاي مقاد وكلشي. شوف خدمت على غزلان بزاف، خدمت عليها وعييت عليها ومرضت بسببها، مرضت ووقفت على الخدمه ديالي اكثر من 15 يوم وانا واقفه، حيت كانوا لي كورد فوكال ديالي غادي يتقطعوا. تعذبت صراحه، راه ماشي زعما الناس كتجيهم سهله وكيقول لك شنو عندك، اما راه تعذبت، وخصوصا انا غزلان كان خصها بزاف ديال الطاقه، كانت كتغوت بزاف ولعبه دور مركب، فهمتي، مره كتبان طريفه وهادي وكتبكي، ومره عاوتاني كتغوت وكتتجهل. ماما عقول عفاك ماما، فين هو يزيد؟ بغيت نشوفو دافع عفاك ماما، عفاك وريني فين هو يزيد، واخا انا غادي نشد هذيك اللفعه والله ما غنخليها فيها ماما، راه صوتي مبحوح. شوف انا نقول لك جوج كلمات، قليل ومداوم، قليل ومداوم، ماشي فلوس بزاف ولكن مداومه ديما خدام، شوفوا حيت كاينين المسلسلات التركيه تبارك الله بزاف، دونك ملي كتاخذ شخصيه هنا وشخصيه هنا وكتلعب دونك ديما خدام. انا شفت هادشي كيدور في الانستغرام وما هدرتش صراحه، ما علقتش كاع حيت ما فهمت والو، انا براسي ما فهمت حتى شي حاجه. شوف انا سي فري معيط عليا واحد شركه عربيه، شركه انتاج كبيره، بوغ واحد المسلسل وانتاج كبير، لا ماشي ام بي سي اللي معيط عليا، نو شركه الانتاج اللي مكلفه بالمسلسل هي اللي معيط عليا بوغ ان برومي رول، ولكن ماشي مع هند صبري وماشي مع هذا الممثل قصي خولي، حاجه اخرى لا علاقه بهذا الشيء، وانا ما نقدرش نهضر اكثر من هذا الشيء حيت مسيني واحد لو كونطرا دو كونفيدونسياليتي، ما نقدرش نعطي بزاف المعلومات على هذا الشيء. الا هذا اللي كيروج انا ما عرفتش شكون اللي دار هذا الشيء، يمكن شي واحد كان جالس ما عنده ما يدار ولا ما عرفت شنو قال راه ندير شي تصوير بنت اللي حطها هكا وحطها هكا وحطها هكا، ما عرفتش انا ما عرفتش تفايل عليا.
يقراو، هذه هي النصيحه الاولى. والله تهضر معك بصح، يقراو يقراو يعمروا دماغهم. ماشي ما تندبش على المسرح وداكشي، المسرح سي فغي سي بيان يديروا الواحد. انا شخصيا درتو منو انا صغيره. المسرح زوين بزاف، كيعلم بزاف د الحوايج، يخليك تعبر، تخلي تولي عندك واحد الشجاعه كبيره، واحد الطاقه بزاف د الحوايج. ولكن في نفس الوقت القرايه يقراو الناس في المدرسه ويجتهدوا كل شيء. حيتاش فاش كتجلس فحال هكذا وانت واخا انت ممثل ولا فنان، ولكن راسك خاوي انت بحال دابا غير كونط خط تحط قدامك، يقدروا يحطوا لك شي شروط ولا شي حاجه ما تعرفش تقراهم ولا تفهمهم. لا تقراهم، ماشي زعما ما تقراهم، ما قلتلكش انا، ولكن يكونوا شي حوايج اللي ما فوالا وكيطيحوا فيها بزاف ديال الناس، وكيدعوا في المحاكم وما عرفتش على ود دي كونطرات. يقول لي انت اللي ما قريتيش هذاك الشرط، راه كاين الشرط ما عندي ما ندير لك، وكيمشيو للمحكمه وكي فهمتي شكون اللي كيخسر. كيخسر بحال دابا الفنان الا ما كانش عارف شي حاجه. من يعني الواحد يقرا ويكون راسو ويتقف راسو، وديك الساعه الا بغى يدير هذا الدومين يتقاتل مع الجنود ويحط رجلو فيه الا قد، حيت صعيب صعيب بزاف الدومين، ماشي سهل. شكرا بزاف علاء، وميرسي بوغ هاد الهضره اللي دازت بيناتنا والتحتات اللي تحتتناه. كنحس براسي بحال ما كايناش الكاميرا. واللي بغيت نقول بكيتيني والله ما بقيت قافي حيت ولي بكاني. شوف انا بغيت نقول للناس اللي متبعيني شكرا بزاف، وشكرا على الحب ديالكم، وحتى انا كنبغيكم بزاف بزاف، وغادي نبقى ديما كنحاول نعطي الصوره الزوينه اللي كتعرفوا بها غيتا. صافي هذا اللي كان.